بسم الله الرحمن الرحيم. Reproductive System by دكتور أيمن أحمد خنفور, Professor of Anatomy and Embryology, Alexandria University. موضوعنا النهارده إن شاء الله هنتكلم على الهيب بون. هل الهيب بون ديت مشكلة؟ مشكلة في إيه؟ إن هي الحقيقة بتشارك تقريبا في ثلاثة سيستمز أو ثلاثة موديولز. بتشارك فيه اللي هو السكيلتون بتاع اللور ليمب, بتشارك فيه اللي هو الباوندرز بتاعت البلفس, بتشارك فيه اللي هو الاتاتشمنت بتاعت المسلز بتاعت الانتيريور ابدومينال وول. ولذلك انا هشرحها مع كل واحد من الجزئيات اللي انا قلتها ديت, بنشوف ايه اللي يخصنا فيها وبنركز عليه. يعني مثلا بالنسبه للور ليمب بنركز زياده شويه في اللي هو المسلز اللي هي ريليتد لور ليمب وكده. بالنسبه للمنهج اللي هو الريبرودكتيف سيستم بنركز اكتر على السكس ديفرنس وسبيشال فيتشرز معينه موجوده في الهيب بون. بالنسبه للجي اي تي بنركز جدا على منطقه الالياك كريست اللي هي بتدي اتاتشمنت للمسلز بتاعت الانتيور ابدومينال وول. فانا الحقيقه هعمل موديوليشن للفيديو دوت على حسب ما يناسب اللي هو منهج اللي هو ليم, وبعدين هعمل له ايديت من تاني ما يناسب منهج اللي هو الريبرودكتيف سيستم. الايتمز اللي احنا شايفينها ديت هي دي الايتمز اللي احنا متعودين عليها في دراسه البونز بتاعت الابر ليمب واللور ليمب. بنبدا بالاناتوميكال بوزيشن فيتشرز اند سو اون, بقيه الايتمز ديت كلها. هنبتدي باول حاجه وهي الاناتوميكال بوزيشن اوف ذا هيب بون. تعال نبص كده على الموقع بتاع الهيب بون. لسه قايلين من شويه ان هي تعتبر واحد من البونز المكونه للبوني بلفس, وفي نفس الوقت تعتبر واحد من البونز المكونه للسكيلتون بتاع اللور ليمب. نبص كده المنظر الانيميتد دوت. دي كده الهيب بون, عظمه الحوض. طب زي ما احنا متعودين دايما بحب اجيبها بشكل ايزوليتد كده لوحدها, نبص عليها وبعدين هتشوفها بشكل انيميتد تاني بقى لوحدها اهيت برضه. طيب عاوز نلاحظ حاجه كده من, طبعا انا مش جايبها كده عشان نلعب بيها, لا انا عاوز نلاحظ فيتشر مهمه جدا عشان دي هتساعدنا كتير فيما بعد. بص كده والعظمه بتلف كده, بنلاحظ ان الاسيتابلم ديت باينة عندي من جهة واحدة اللي هي اللاترال سايد, مش باينة من جوه, ولكن الاوبتيوريتور فورمن اللي هي الفتحة اللي تحت دي لا, دي باينة عندي من اللاترال سايد ومن الميديال سايد. حاجة تانية ان العظمة زي ما احنا قلنا دلوقتي بتتكون من ثلاث أجزاء, اللي فوق ده اسمه ايليم, والعظمتين اللي تحت دولت واحدة منهم فلاتند وبتبقى انتيولي اسمها بيوبس, والتانية جلوبيولار منتفخة كده اهوت ومكعبرة وبتكون مكانها بوستيولي, وهي دي الاسكيام. اللي هيعرف يستنبط النقطتين اللي انا قلتهم دولت هيبقى الموضوع سهل بالنسبة له جدا دراسة الهيب بون على مدار السلايدز اللي جاية. تعال نبتدي زي ما تعودنا بأول ايتم عندي وهو الـ General Features of the Hip Bone. وتعالى كده نشوف ايه هي الـ 3 Parts اللي بتكون عندي الـ Hip Bone. هنشوف الأول الـ Hip Bone على بعضها كده اهوت. حتى لو تلاحظ أنا أجيب لك رسمة مكونة من ثلاث ألوان أساسيين. دول بيمثلوا لي الـ 3 Parts بتاعت الـ Hip Bone. اللي هما إيه بقى؟ اول جزء, الجزء اللي هو الفلاتند ابوردز, حتى هتلاقي في الفيديو العمل اللي انا عامله لكم ماسكه كده بين ايديا الاثنين كده اهو. الجزء الفلاتند اللي هو الابوردز ده اسمه
إيليام. إيليام. طب هنزل لتحت هلاقي عندي two bones، كتلتين عظميتين. طب ايه الفرق بينهم؟ واحدة بينهم هتلاقي حتى في فيلم الفيديو انا مسكها لك بصبعين كده هوت، رقيقة flattened، والدايركشن بتاعها بيبقى anteriorly، وهي دي بتمثل لي البيوبس اه اللي لونها احمر ديت. طيب the third part of the hip bone ده بيكون مكانه بقى posteriorly، هتلاقيه لما امسكه كده بايديا هتلاقيه شكله جلوبيولار مكلكع، ده اسمه اسكيام. يبقى انا كده عندي هم دولت الثري بارتس اوف ذا هيب بون، عباره عن ايه من تاني؟ ايليام فلاتند ابوردز، بيوبس فلاتند سمول اند انتيريور، اسكيام جلوبيولار لارجر ذان ذا بيوبس and posteriorly. هناخد بقى جزء جزء ونتكلم عليه، ويا ريت يا جماعه احنا بنذاكر البونز يبقى برضه بالصوره المنظمه ديت علشان تقدر تلم البون على بعضها وميبقاش في حاجه ميست مننا. هنبص على البون ديت من اللاترال اسبكت، وهنبص عليها مره كمان من الميديال اسبكت. طب ايه اللي انا بتكلم عليه دلوقتي؟ بتكلم على الجزء اللي فوق ده اللي هو بيمثل لي جزء اسمه الايليام، اللي هو الفلاتند لارج بارت اوف ذا بون which is directed upwards. هلاقي شكله ايه؟ شكله مربع اهوت. اما اقول لك مربع يبقى له two surfaces and four borders. له two surfaces and four borders. هبتدي عندي دلوقتي بـ surfaces. ايه surfaces اللي عندي؟ بص بقى الحتة اللي انا بغش منها دايما، اللاند مارك بالنسبة لي دايما هي وجود مين؟ الاسيتابلا. مكانها فين؟ لاترالي، يعني على بره. يبقى surface ده اللي هو على بره، فبسميه gluteal surface او outer surface. طيب السيرفس الثاني ده اللي جوه بقى في الحوض ماشي، بسميه ميديال سيرفس او انر سيرفس. كل الجزء اللي انا بشاور عليه دوت، كل الجزء اللي انا بشاور عليه ده. تعال بقى نمسك كل سيرفس ونشوف ايه اللي موجود فيه. بالنسبه للجلوتيال سيرفس ده اما درسنا ايام سنه اولى اكيد كلكم عارفينه بقى، وكان عندنا كتله كده من العضلات موجوده في منطقه الباتوكس اسمها جلوتياي ماسلز. كان بيتميز بوجود 3 جلوتيال لاينز اللي هم ايه؟ anterior جلوتيال لاين، طبعا عباره عن فينت لاينز، خطوط باته مش واضحه قوي ولا حاجه. inferior او anterior جلوتيال لاين، اللي بعديه على طول اسمه ميدل جلوتيال لاين، اعتقد واضح جدا هنا اهوت. and the third one is posterior gluteal line. خلصت كده الاوتر سيرفيس اللي هو الجلوتيال سيرفيس. طب تعال ناخد بقى الانر سيرفيس. بيتكون من ايه؟ بيتكون من اربع اجزاء. اول جزء منه هو المسطح العظمي ده اسمه ايلياك فوسا، دي البطشه الحمراء الكبيره اللي هنشوفها في شكل انيميتد ده، وهي دي اللي هتدي اوريجن الالياكس مصر. دي علينا كانت في منهج اللي هو الليم، وعلينا برضه في المنهج بتاع اللي هو البلفس. طيب هرجع لورا شويه بعد الالياكس ديت، هلاقي عندي حته عامله زي الود اسمها ايه؟ اوريكولا سيرفيس. اما هندرس اللي هو السكرم هلاقي عندي برضه على اللاترال سيرفيس بتاع السكرم سطح مشابه لده بالظبط، ميرور ايمج بتاعته اسمها برضو اوريكولار سيرفيس اوف ذا سكرم. يبقى ايه بقى؟ الطيور على امثالها تقع. يبقى الاوريكولار سيرفيس بتاع السكرم مع الاوريكولار سيرفيس بتاع الهيب بون الاثنين مع بعض هيعملوا الارتكيليشن بتاعنا اللي هو الساكرو ايليك جوينت اللي هو البلين ساينوفيال جوينت.
ايه تاني موجود في الانر سيرفيس بتاع الاليوم. هرجع لورا شويه، اما نحرك صبعي كده اما تشوفوا الفيديو اللي انا عامله هلاقي جزء خشن اسمه ايه؟ اسمه ايلياك تيوبرستي، جزء خشن. يبقى اكيد بيمسك فيه ليجامنت اللي هو الانتر اوسياس ساكرو ايلياك ليجامنت. اخر جزء بقى في الانر سيرفيس او الميديال سيرفيس بتاع الهبون، الجزء اللي انا بشاور عليه دوت. الله، ده احنا نزلنا بقى فين؟ ناحيه البلفس، وهيتسمى ايه يا جماعه؟ بلفيك سيرفيس. سهله جدا. يبقى انا عندي الايليوم عباره عن الفلاتند لارج بارت، شكله ايه؟ مربع. المربع ده اهو له اتنين سيرفيس، انر سيرفيس واوتر سيرفيس. اوتر سيرفيس اللي هو الجلوتيال سيرفيس اللي فيه الثري جلوتيال لاينز اللي احنا كلنا المفروض عارفينهم. الانر سيرفيس وفي الاربعه ستراكشرز دول. خلصنا كده السيرفيسز، يبقى عندي ايه؟ البوردرز. تعال نشوف. انا مكبر بقى المره دي الرسمه وجايب الانر سيرفيس بالذات لان في بوردر منهم مش هيبان عندي الا من الانر سيرفيس. ايه البوردرز اللي عندي؟ اول بوردر عندي هو عباره عن السوبيريور بوردر اهو اللي انا بشاور عليه ده، وده اللي هو بيعمل لي حاجه اسمها الايليا كريست. انا جايب لكم له منظر جميل جدا اهو، وهو ده اللي بيدي اتاتشمنت للمسلز بتاعه الانتيريور ابدومينال وول. ده مش كده وبس، انا هحرك صبعي كده على الايليا كريست ده، همشي معاه لقدام خالص هلاقي عندي بوني بروجيكشن اسمها انتيريور سوبيريور إلياك سباين. طب همشي بصبعي لورا خالص هلاقي عندي another bony projection اسمه ايه؟ posterior superior إلياك سباين. سهلة جدا. طب ممكن واحد يقول لي الله وانت ازاي عرفت ان هو ده الانتيرو وان ده البوستيرو؟ اقول لك ده كذا حاجة من ضمنها ايه؟ ان اي حاجة لها علاقة بانتيرو ناحية البيوبس، واللي عرفني دي البيوبس عبارة عن flattened part مبططة مقارنة بمين؟ بالإسكيا. حاجة تانية، الجزء اللي ورا ده في الأوريكولار سيرفيس، يبقى احنا هنا ورا. ايه تاني؟ الجزء اللي ورا ده في بوني بروجيكشن صغير اسمه إسكال سباين، والكلكوعة الكبيرة اللي تحتيه اسمها إسكال تيوبرستي. طب انا كده خلصت من المربع اللي عندي بوردر واحد وهو الإيلياك كريست اللي هو السوبير بوردر، وقلنا بيبدا بالانتيريور سوبيريور سباين وينتهي من ورا خالص بالبوستيريور سوبيريور الياك سباين. طب ناخد بعد كده بقى الانتيريور بوردر. الانتيريور بوردر ده بيبدا عندي من فوق بالانتيريور سوبيريور الياك سباين وينتهي من تحت بالانتيريور انفيريور الياك سباين. طب يلا بسرعه عشان ما نضيعش وقت، ناخد مين؟ ناخد البوستيريور بوردر، بيبدا بيه البوستيريور سوبيريور اليك سباين وينتهي بمين؟ بالبوستيريور انفيريور اليك سباين. الله، ده احنا زهقنا سباينات النهارده كده. يبقى انا عندي اربعه بوني بروجيكشن سباينز، وصل الاثنين اللي فوق ببعض عملوا السوبيريور بوردر، وصل الاثنين اللي قدام ببعض عملوا الانتيريور بوردر، وصل الاثنين اللي ورا ببعض عملوا البوستيريور بوردر. الله، يبقى عندي بقى مين؟ الضلع الرابع. ايه بقى الضلع الرابع ده؟ الضلع اللي انا بشاور عليه دوت اسمه ايه؟ الحقيقه هو له بقى مسميات كتيره ودلع زي ما انت عاوز بقى. هو اسمه ايه؟ الانفير بوردر، عمرنا ما بنقول عليه اللفظ ده. ميديال بوردر، عمرنا ما بنقول عليه اللفظ ده. هو اسمه ايه؟ اليوبكتينيال لاين او اركوت لاين او لينيا سيميليونيريس. وخلي بالك ده بيشارك في الباوندرز بتاعة البلفيك انلت او البلفيك بيم. تعال نشوفه لوحده بشكل انيميتد، انا محضره لكم اهوت. اهو ادي الاليوبكتينيال لاين، وخلي بالك هو كيرفت شويه عشان كده ممكن بيتسمى ايه كمان؟ بيتسمى اللي هو اركويت لاين او لينيا سيميليونيريس. يبقى انا كده خلصت الاليوم، اتكلمت على الاثنين سيرفيسز بتوعها، الاوتر سيرفيس اللي هو الجلوتيال سيرفيس والانر سيرفيس،
وبعدين اتكلمت على الاربعه بوردرز. ناخد بعد كده البيوبس. فين هي البيوبس؟ خدتها كده بالبلدي دايما كده، هي الجزء المبطط اللي قدام من العظمه. The flattened anterior lower part of the hip bone. طب بيتكون من ايه؟ انا عايزه هي بتلف كده، امسكها بصبعيني كده اهو، همسكها منين؟ من هنا. زي ما هتشوف الفيديو اللي انا عامله لكم برضه. الجزء المبطط اللي انا ماسكه ده هو ده البودي. طيب طالع منه فرعين، فرع الفوق وفرع التحت. يبقى superior pubic ramus و inferior pubic ramus. اذا هي بتتكون من ايه بقى؟ body and two rami. انا بحب دايما collectively كده ابقى عارف العظمه على بعضها. بتتكون من ايه؟ البيت بتاعي ده بيتكون من اللي هو مثلا صاله واوضتين، وبعد كده اخد كل جزء واتكلم عليه بعد كده. يبقى البيوبس بتتكون من body وطالع منه فرع شجره على فوق superior pubic ramus، وفرع شجره على تحت اللي هو الانفيريور بيوبيك ريموس. تعال ناخد البودي الاول ونتكلم عليه اللي انا ماسكه دوت. البودي ده هطلع لفوق في الابر بوردر بتاعه، مكان ما انا حاطط الليزر بوينتر ده بالظبط كده اهوت. اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه بيوبيك كريست اهوت. بينتهي لاترالي بسمول بوني بروجكشن اللي انا بشاور عليها ديت، اسمها بيوبيك تيوبركل. يبقى انا كده خلصت البودي. تعال نمسك بقى فروع الشجره اللي عندنا اللي هما السوبيريور بيوبيك ريموس، واللي تحت دي الانفيريور بيوبيك ريموس. يبقى الفرعين اللي عندي سوبيو بيوبيك ريموس وانفيو بيوبيك ريموس. شوف انا بحب دايما اعمل كاسكيد ازاي. تعال نبني عليهم بقى. همسك الفرع اللي فوق اللي هو السوبيو بيوبيك ريموس ده، اقول لك بص على الرسمه المبسطه اللي انا بعملها، شغلي بتاع الفوتوشوب دوت. الابر بوردر بتاعها ده بيعمل لي خط. ده احنا قلناه مع البلفيك انلت برضه، اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه بيكتينيال لاين. قدامه منطقة مثلثة اهوت اسمها بيكتينيال سيرفيس. هتقولي الله وانت عمال تبص له من فوق بس كده، ما تبص له يا اخي مرة من تحت. تعال نبص له من تحت اهوت، هلاقي عندي ايه يا جماعة؟ جروف او كريست اسمه اوبتيوريتور جروف او اوبتيوريتور كريست. ودي نعمل لكم فيها فيديو لوحده، هيكون موجود في المحاضرة دي ان شاء الله، ادمجه فيها ان شاء الله. اللي هو عبارة عن ايه؟ لو عندي الفتحة اللي هي الاوبتيتو فورامين دي وكفرد باي ذا اوبتيتو ممبرين بس انكمبليتلي، يبقى الحتة اللي ما بين الممبرين والاوبتيتو كريست اللي فوق ديت مكان محشاور كده، هيتكون عندي كنال اسمها اوبتيتو كنال، والكلام ده هيتشرح مرة واتنين في الفيديو دوت. طيب خلصت كده؟ لا لسه. السوبيو بيوبيك ريموس ديت بتشير في الباوندري بتاعت الفتحه بتاعتنا اللي اسمها ايه يا جماعه؟ الاوبتيوريتور فورامين. طب كده انا خلصت السوبيريور بيوبيك ريموس. طب وصلنا لمين بقى؟ للانفيو بيوبيك ريموس. خلي بالك لما اقول لك انفيو بيوبيك ريموس اوعك تقول لي كل دي، لا دي واقفه لغايه السهم ده كده بس. يبقى الجزء ده كده اسمه انفيو بيوبيك ريموس. بيشارك عندي في حاجتين. اول حاجه اللي هي دي اللي هي مين يا جماعه؟ البيوبيك ارش. يبقى الانفيو بيوبيك ريموس على الناحيه دي مع الانفيو بيوبيك ريموس على الناحيه دي هيعملوا حاجه اسمها البيوبيك ارش. ايه تاني؟ ما هو برضه بيشارك في مين يا جماعه؟ في اللي هو الفورميشن بتاعه الاوبتيوريتور فورم. انا هقف وقفه هنا شويه كده وهشور عليكم بحاجه. يا ريت يا جماعه الجنرال كاسكيد بتاع البارتس بتاع الثري بارتس بتاعت الهيب بون ده، لو نجيب ورقه فاضيه كبيره كده ونبدا نتدرب كده نرسمه. هنجيب ورقه فاضيه كبيره نعمل هنا اليوم بيوبس اسكيم، اليوم تو سيرفيسز فور بوردرز، وتعملهم انيوميشن. وبعدين البيوبس عباره عن بودي وتو ريماي
وتعمل لهم انيوميريشن الاجزاء بتاعتهم دي، وتدخل معايا على الاسكاف بنفس الطريقه. وطبعا عارفين المبدا بتاعي، الورقه هنحطها فين؟ هنحطها برضو تحت ازاز المكتب، او تعلقها في الحمام، او تعلقها في الصاله، او تعلقها على باب الشقه من بره. طبعا اهلك هيفرحوا بيك جدا، ومش هقول لك هيعملوا فيك ايه من ناحيه البلكونه بعد كده. نكمل مع بعض تكمله الجنرال فيتشرز بتاعه الهيبون. يبقى عندي الاسكيب. طيب فين هي الاسكيب؟ عباره عن الفلاتند. لا ده مش فلاتند بقى، ده انا الغلطان. عباره عن الجلوبولار لارج بوستير بارت اوف ذا هيب بون. بيتكون من ايه يا جماعه؟ بيتكون من بودي وريماسايا واحده، مش حاسمها ريماسايا ولا حاجه، وان ريمس. عشان كده بقى لو هقول سوبيو اسكال ريمس ولا انفيو اسكال ريمس هيبقى اسمها ايه يا جماعه؟ اسكال ريمس وبس. تعال نشوف مع بعض البودي، وادي الاسكال ريمس. نبص عليهم هنا، ادي البودي وادي الاسكال ريمس. الله، دي بقت موصله مع مين؟ مع الانفير بيوبك ريمس. علشان كده اما درسنا الانفير بيوبك ريمس وتقول لك خلي بالك دي مش اخدها المسافه دي كلها، دي جايه هنا واقفه، يبقى الاثنين دول مع بعض بيعملوا حاجه اسمها كونجوينت ريمس او كونجوينت ريماي. طيب ناخد البودي دوت ونتكلم عليه. هلاقي فيه اثنين بوني بروجيكشنز، واحده منهم اسمها اسكال سباين. شوفوا انا الحقيقه بتعب جدا، انا بقعد ايام واسابيع وشهور اجمع في الصور الانيميتد واقعد اعملها اديت. ادي الاسكال سباين اهي. طيب هل في بوني بروجكشن تاني؟ ده البوستيرور سيرفيس بتاع البودي ذات نفسه از رف، وبيعمل لي انذر بوني بروجكشن اسمها اسكيال تيوبوريستي. الاسكال ريمس بقى نبقى عارفين انها زي ما قلت دلوقتي بتتحد مع الانفيريور بيوبك ريمس، بيعملوا حاجه اسمها كونجوينت ريمس، بتشارك في الفورميشن بتاع ايه يا جماعه؟ البيوبك ارش. مش كده وبس، اما بص عليها بقى من جوه هتلاقيها برضه بتشارك في الفورميشن بتاعه الاوبتيوريتور فورم. General features of the hip bone. The hip bone is a large bone formed of three parts. This flattened part, which is directed upwards, is called the ilium. Then I have two other parts of the bone. One of them is flattened. I hold it by two fingers. Flattened and is directed anteriorly. It's called the pubis. The other one is globular, directed posteriorly, and is called the ischium. So the three parts of the hip bone, they are the ilium, directed upwards, pubis, flattened part directed anteriorly, and ischium, which is a globular part and directed posteriorly. The three parts of the bone unite in a cup-shaped area, which is called the acetabulum, which is placed laterally. دلوقتي هناخد جزء جزء من البون ونتكلم عليه. هبدأ أول حاجة عندي بالflattened large part, which is called the ilium. This ilium has two surfaces and four borders. تعال نبتدي الأول بالبوردرز. The upper border, which is this, is called the iliac crest. Iliac crest. It starts anteriorly by what's called anterior superior iliac spine and ends posteriorly in what's called posterior superior iliac spine. This is the iliac crest or the superior border.
The anterior border طبعا هنا قلت anterior بناء على ايه؟ ان هو ناحية البيوبس اللي هي flattened part of the bone. The anterior border starts by the anterior superior iliac spine and ends inferiorly in what's called anterior inferior iliac spine. What about the posterior border? Starts at the posterior superior iliac spine and ends inferiorly in what's called an posterior inferior iliac spine. يبقى انا كده خلصت 3 borders. What about the fourth border? هنشوفه اوضح من ناحيه ال inner surface. This is the medial border. It is called medial border or arcuate line or iliopectineal line or linea similionaris. Now we have finished the four borders. What about the surfaces? هبدأ الأول ب اللي هو ال outer surface. This is called the outer surface or the gluteal surface. طب ازاي انا عرفت دلوقتي ان هو ده الجلوتيال سيرفيس؟ لانه ناحية ال cup shape اللي هو الاسيتابلم. واحنا طبعا عارفين ان الاسيتابلم is directed laterally. يبقى السيرفيس اللي هو related ليها ده اسمه gluteal surface. بقى ليه في 3 lines. الخط اللي قدام طبعا هم عباره عن faint lines. الخط اللي قدام ومايل ده بسميه anterior or inferior gluteal line, middle gluteal line and posterior gluteal line. طب ناخد بقى اللي هو الميديال سيرفيس. الجزء المسطح اللي انا بشاور عليه ده اسمه ايلياك فوسا اللي هو بيدي اوجن للإلياكس مصل. هرجع لورا شويه هلاقي في عندي اللي هو الارتيكولار اوريكولار سيرفيس. مور بوستيرولي هلاقي في عندي راف اريا اللي بيمسك فيها اللي هو الانتر اوسياس ساكرو ايلياك ليجامنت. يبقى 1 2 3. نمبر 4 عندي الجزء اللي انا بشاور عليه ده اسمه بيلفيك سيرفيس. كده انا خلصت الاليوم. تعال نشوف بقى البيوبس عشان برضو ناكد. البيوبس is the flattened anterior part of the bone while the ischium is the globular posterior part of the bone. وبركز للمره الالف بقول ان الاسيتابلم اللي هو الكاب شيب ده دايما بيبقى بليزد دايركتلي لاترالي وده اللي هو بيحدد معايا السايد بتاعه البون زي ما هنقول فيما بعد. همسك كده هوت اللي هو البيوبس. هلاقيها بتتكون من بودي اللي انا ماسكه بصبعين الاثنين دوت واثنين ريماي. ريماي اللي هو فرعين سوبيريور بيوبيك ريمس. والجزء ده اللي انا بشوف عليه بس بينتهي لغايه النقطه ديت اسمه انفيريور بيوبيك ريمس. يبقى بودي سوبيريور بيوبيك ريمس اند انفيريور بيوبيك ريمس. هنمسك البودي اللي انا بشاور عليه ده بيتكون من ايه؟ اول حاجه السطح بتاع اللي انا بشاور عليه ده اسمه سيمفيزيال سيرفيس. ده اللي هو ريليتد للسيمفيسيس بيوبس اللي هو نقطه الالتقاء بتاعته مع الاذر هيب بون وبيعملوا ميد لاين اللي هو جوينت اللي هو سكند كارتلاجنال جوينت اللي هو بنسميه السيمفيسيس بيوبس. طيب هحرك صبعي كده على الابر بوردر بتاع البودي بتاع البيوبس. الجزء اللي انا بحرك عليه صبعي ده اسمه بيوبيك كريست. بينتهي لاترالي بحته بوني بروتروجن ايت اللي انا هشاور عليها بالقلم ديت اسمها بيوبيك تيوبركل. بيوبيك تيوبركل. يبقى دلوقتي البودي بتاع البيوبس بينقسم الى سيمفيزيال سيرفيس وطبعا له انتيور سيرفيس وبوستيور سيرفيس. ان اديشن اي هاف واتس كولد بيوبيك كريست which ends laterally by what's called pubic tubercle. همسك بعد كده اللي هو ال superior pubic ramus اللي انا ماسكها بصوابعي ديت. بلاقي فيها ايه؟ بلاقي فيها انا انتهيت هنا بالبيوبيك تيوبركل. الخط اللي طالع منها دوت اسمه بيكتينيال لاين. بيكتينيال لاين. المنطقه المثلثه اللي قدامه ديت اسمها بيكتينيال سيرفيس.
بكتينيال سيرفيس. طيب هبدأ أميل كده لتحت شوية ونبص، هلاقي عندي هنا جروف اللي أنا بحرك فيه الألم ده، ده اسمه obturator crest or obturator groove. ده اللي هو أما غطي المنطقة ديت بي اللي هو الobturator membrane، يبقى الobturator crest أو الobturator groove دوت اتحول من جروف إلى كنال اسمها obturator canal. طيب كده خلصت البودي والسوبير بيوبك ريمس. نمسك بقى الانفير بيوبك ريمس ديت، هنلاقيها بتشارك هي والسوبير بيوبك ريمس في عمل جزء من المارجنز بتاعت الاوبتيوريتور فورامين. تاني حاجة ان البودي مع الانفير بيوبك ريمس ديت مع their corresponding bones on the other side بيعملوا اللي هو ان ارابيك ال H shape ده او ال inverted V shape دوت اللي هو بنسميه بيوبك ارش. بيوبك ارش. كده احنا خلصنا البيوبس. تعال نشوف بقى الاسكيم. بفكركم برضو من تاني ان هي عبارة عن globular posterior part of the hip bone اللي انا ماسكه بصبعيني دوت. بيتكون من ايه؟ بيتكون من body اللي انا ماسكه بصبعيني دوت، والحقيقة بقى طالع منه ريمس واحدة، فمش هقول بقى ولا سوبير ولا انفير، هنقول عليها اسكيال ريمس. انا بشاور عليها ديت. يبقى المنطقة اللي تحت ديت بيشارك فيها اتنين ريماي، بيشارك فيها الانفير بيوبك ريمس ومعاها الاسكيال ريمس، ويبقى كده الاوبتيوتور فورامين بيشارك فيها تلاتة ريماي اللي هما السوبير بيوبك ريمس والانفير بيوبك ريمس والاسكيال ريمس ومعاها جزء من البودي بتاع الاسكيم. لسه مخلصناش الاسكيم، هبدأ ابص عليها من ورا. الجزء الجلوبيولر الخشن ده اسمه اسكيال تيوبريستي. طب هطلع لفوق شوية هلاقي في هنا بوني بروجكشن تاني اهوت اسمه اسكيال سباين. يبقى انا حاطط صبعيني اهوت كده اهوت على من تحت ديت اسمها اسكيال تيوبريستي وديت كده اسمها اسكيال سباين. طب هشيل صبعي من على الاسكيال تيوبريستي وهخلي صبع واحد على الاسكيال سباين، هلاقي فيه نوتش فوقيها اهوت وكبير شويه ونوتش تاني تحتيها اهوت واصغر شويه. اللي فوق ده اسمه جريتر سياتيك نوتش واللي تحتيها ده اسمه ليسر سياتيك نوتش، اللي هما ان ذا بريزنس اوف ساكروسباينس اند ساكروتيوبرس ليجامنتس ذيس نوتشز ار ترانسفورمد انتو فورامينا. ده كده شكل الهيب بون. نشوف انذر هيب بون. عاوز نقارن جدا هنا بين الجزء الفلاتند اللي هو انتيرولي اللي هو البيوبس والجزء اللي هو الجلوبيولر اللي ورا ده اللي هو الاسكيم. دي كده شكل اللي هو الاسكيال سباين، دي شكل الاسكيال تيوبريستي، جريتر سياتيك نوتش اند ليسر سياتيك نوتش. نشوف انذر هيب بون. اسكيال تيوبريستي، اسكيال سباين، جريتر سياتيك نوتش، ليزر سياتيك نوتش. الكاب شيب ده اللي هو الاسيتابيلم دايركتد لاترالي، ودي كده الاسيتابيلم، دي الاسيتابيلم اللي هو الكاب شيب، وده كده هو الاوبتيوريتور فورامين بودي اوف بيوبس بيوبك كريست بيوبك تيوبركل. ده كده اللي هو البكتينيال لاين ونهايته حتة نتوق صغير اسمه إليو بكتينيال إيمينينس اللي هو بيكمل بعد كده مع الإليو بكتينيال لاين. طيب كده احنا اتكلمنا على الثري بارتس بتوع الهيب بون. طيب الثري بارتس بتوع الهيب بون دولت التلاتة مع بعض نقطة الالتقاء بيناتهم فين؟ في منطقة الأسيتابلم اللي هو الكب shaped concavity، وخلي بالك انا باكد لك هنا ان ده مش بيبان غير من على اللاترال سيرفيس اونلي. خلاص نبص كده الشكل بتاع الاسيتابلم اهوت عباره عن cup shaped concavity وهي دي اللي بتعمل articulation مع الهيد بتاعه الفيمر عشان تكون عندي مين يا جماعه
الهيب جوينت. طيب بعد عايز اقول حاجه، نقطه الالتقاء بتاعت الثري بونز ديت بتعمل لي واي شيب ذا كارتليج اسمه تراي راديت ليجامنت، وده بيحصل له كومبليت اوسيفيكيشن ات بيوبرتي. طيب تاني حاجه برضو اتكونت عندنا وبيشارك فيها اللي هو الثري بونز هي الاوبتيتو فورمن. ولاحظ هنا بقى ان الاوبتيتو فورمن ديت بتبان عندي اون بوث سايدز زي ما هنشوف دلوقتي، من على اللاترال سيرفيس ومن على الميديال سيرفيس. ادي الاوبتيتو فورمن اللي انا حاطط فيها اللوزر بوينتر ديت. تعال نشوف القصه بتاعتها بقى ايه اللي بيحصل. بتبقى كفرد انكمبليتلي باي ذا اوبتيتو ممبر. ثبت لي جاب صغير هنا من فوق اهو، خلاص الجاب دوت in the presence of obturator groove او obturator crest is transformed into obturator canal that transmits the obturator nerve and vessels. تعال نبص عليها من جوه بقى عشان نشوف شكل النيرف وهم يعدي منها اهوت. يبقى collectively الobturator membrane ده وجوده حول لي الاوبتيوريتور كريست انتو اوبتيوريتور كانال ذات جيفز باسج تو اوبتيوريتور نيرف اند فيزلز. فورميشن اوف اوبتيوريتور كانال. This is an articulated pelvis. تعال نشوف كده مع بعض اللي هو الشكل بتاع الاوبتيوريتور فورمن. وزي ما قلنا انها بتتكون من superior pubic ramus, inferior pubic ramus, ischial ramus وجزء من البودي بتاع الاسكيم. تعال نشوف الاوبتيتو فورمن ديت بتبقى كفرد ازاي. نبص كده على الناحيه دي بنلاقي في حاجه اسمها obturator membrane بيعمل كفر للاوبتيتو فورمن ديت بصوره incomplete. incomplete ازاي؟ المنطقه اللي هي بتاعت الاوبتيتو كريست بيبقى فيها ديفكت هنا اهوت، انا مدخل فيه القلم دوت. يبقى the presence of this obturator membrane transforms the obturator crest into obturator canal which gives passage to obturator nerve and vessels. And this obturator membrane itself, its outer surface gives origin to obturator externus muscle while its inner surface gives origin to obturator internus muscle. Identification of the site. زي ما احنا عارفين يا جماعه ال identification of the site of any bone in your body depends on three features. تعال نشوف كده مع بعض. ده مكان على فكره تراي راديت ليجامنت اهوت اللي هو البوينت اوف فيوجن بين ذا ثري بارتس اوف ذا بون. طيب شو بقى الثري بوينتس اللي عندي؟ اعتقد احنا قلناها من خلال الشرح. اول حاجه الاليوم لارج وفلات اند بارت بنحطه ابوردز، البيوبس عباره عن فلات وسمول لور بارت بنحطه انتيرلي، الاسكيم عباره عن جلوبولار وسمول بارت بنحطه بوستيرلي. لغايه دلوقتي كده هتلاقي العظمه دي تمشي في ايدك على الناحيه اليمين وعلى الناحيه الشمال. الله، وايه اللي هيحدد لي بقى؟ اللي هيحدد لي هو وجود مين يا جماعه؟ الاسيتابلم بنحطها فين يا جماعه؟ لاترالي. وكان ده هيبقى واضح جدا من خلال الفيديو اللي جاي. Identification of the side of the hip bone. As we know, identification of the side of any bone in your body depends on three features. We will apply them now. هنمسك الهيب بون بايدينا الاثنين كده اهوت. طبعا معروف جدا ان الاليوم مكانها upwards. يبقى عندي اقارن ما بين التو بونز اللي هما انفيرلي دولت وامسكهم ان ذا سيم تايم بايديا الاثنين. هلاقي في جزء فلاتند اهو، يبقى ده كده البيوبس، والجزء اللي هو الجلوبيولار دوت ده اللي هو الاسكيم. طيب اعمل ايه بعد كده؟ ابدا ابص على فين هي الاسيتابلم. الاسيتابلم اللي هي الكاب شيب ده بنحطها لاترالي، يبقى دي كده اهوت تعتبر رايت هيب بون.
إليام upwards, بيوبس أنتيولي, إسكيام backwards, والكب شيب دوت اللي هو الأسيتابلم بيبقى بليزد إزاي laterally. يبقى دي كده اللي هو right hip bone. ناخد another one. إليام upwards, ولازم in the same time أمسك الجزئية تحت بإيديا الاتنين أهو. Pubis flattened anteriorly. Ischium globular posteriorly. يبقى أبدأ أحطها كده هوت وأبص فين الأسيتابلم. أحطها laterally يبقى دي برضو تعتبر right hip bone. ناخد another bone. Ilium upwards. أمسك الجزئين اللي تحت بإيديا الاتنين أهوت. ده flattened أهو. يبقى pubis anteriorly والإسكيام posteriorly. المرة دي بقى فين هي الأسيتابلم؟ هيت أحطها فين؟ laterally. يبقى دي كده إيه؟ left hip bone. ناخد another one. Ilium upwards. أمسك الجزئين تحت مع بعض in the same time. إسكيام وأدي pubis. واحدة فلاتن والتانية جلوبلا. أبدأ أحطها كده هوت بحيث إن الأسيتابلم تبقى لاترالي. يبقى دي برضو إيه؟ ليفت هيب بون. ناخد أنذر وان. إليام أبوردز. أقارن بين الجزئين دول مع بعض. فلاتن يبقى بيوبس حطها أنتيولي والإسكيمات اللي هي الجلوبلا تحطها بوستيولي. وتبقى الأسيتابلم هنا لاترالي. يبقى دي كده ايه؟ رايت هيب بون. ناخد برضو واحدة تانية. إليام فلاتند أبوردز. أمسك الجزئين اللي مع بعض دولت من تحت اللي هما دايركتد انفيولي. واحدة فيهم فلاتند أهوت تبقى بيوبس. والتانية جلوبيلر هيت تبقى الإسكيم. أحطها فين؟ بوستيولي. أما أحطها كده أهو بحيث ان الاسيتابلم ديت تبقى ايه؟ لاترالي. يبقى دي كده ايه يا جماعه؟ تعتبر ليفت هيب بون. طب يا ترى في 6 ديفرنس في الهيب بون؟ طبعا في. والايم بتاعنا ان هو ان الهيب بون ديت تديني النتزه بتاعتها تديني مساحه اوسع بالنسبه للبلفيك كافيتي علشان to allow for easy passage of the fetus during delivery. أول حاجة هتساعدني في السكس ديفرنس هو transverse diameter of the acetabulum. والله في الميل بلفس هنقيس الترانسفيرس diameter بتاع الاستابلم ده هنلاقيه longer than the distance between the anterior margin of the acetabulum and the pubic tubercle. أمال في الفيميل؟ لا، في الفيميل هيكون يا إما إيكوال أو شورتر. نمبر 2 هنبص على الأوبتيوتر فورم. إيه الفرق بينهم بقى؟ والله في الميل يا جماعة بتكون لارج أند أوفل. طب وفي الفيميل بتكون somewhat smaller أند triangular. Number 3, the greater sciatic notch. أعتقد واضح جدا على الرسمة إن هو في الميل بيكون narrow and deep. أهو narrow وديب عميق. في الفيميل بيكون wider and smaller. اخر حاجة بقى اللي هو زي ما قلنا قبل كده حاجة اسمها بري اوريكولار سالكس. دي كده اللي هو الاوريكولار سيرفيس بتاع البون. الحتة اللي قدامها دي على طول اسمها بري اوريكولار سالكس. وديت بتكون موجودة في الفيميل هيب بون اونلي. وفسرناها قبل كده قلنا بيمسك فيها اللي هو الانتيرو ساكرو ايليك ليجامنت
ونتيجه لان الجوينت ده بيكون موفبل اكتر في الفيميل، فما بيحصل شد عليها بتعمل لي اللي هو شكل السلكس ده. وده الحقيقه الايدنتيفيكيشن بتاعه على البون بيكون صعب شويه ومبيبقاش واضح قوي في كل الهيب بونز. تعال نشوف ايه هي البوني بروجكشنز. انا قعدت جمعت لكم بقى كل البوني بروجكشنز الموجوده في الهيب بون بالاتاتشنز بتاعتها. وهنبص لها مره مع اللاترال فيو ومره مع الميديال فيو. هعملهم بقى انيميشن مع بعض بسرعه كده. اول حاجه عندي الانتيو سوبيريو ايليك سباين ديت تدي اتاتشمنتس للانجوينال ليجامنت. طيب البوستيريو سوبيريور اند انفيريور ايليك سباينز بتدي اتاتشمنتس للساكرو تيوبرس ليجامنتس. ايه تاني؟ البيوبيك تيوبركل هي ديت بتدي اتاتشمنت برضه للانجوينال ليجامنت. البكتينيال لاين بيدي اتاتشمنت ليجامنت اسمه بكتينيال ليجامنت، بكتينيال لاين اللي هو ده. الاسكال سباين الحقيقه لها ريليشنز ولها اتاتشمنتس، بيمسك فيها اللي هو الساكروسباينس ليجامنتس والليفيتو ايناي ماسل. طب والريليشنز بتاعتها؟ قدامها بالظبط بيعدي اليوريتر، ووراها على طول بيعدي اللي هو الانترنال بيودندال فيزلز ومعاه نيرف 2 اوبتيوريتور انترنس. اسكال تيوبرستي بتدي اتاتشمنت للساكرو تيوبرس ليجامنت. نرجع كده مع بعض نتلذذ بشكل ال sum of the bony projections. ده كده مين يا جماعة؟ ال anterior inferior iliac spine. طب ده ischial spine. طب ده كده اكيد بقى مين يا جماعة؟ ال ischial tuberosity. تعال نشوف كده السياتيك نوتشز. شوف ازاي بيتكونوا. ادي عندي بوني بيلفيس اهو، بس انا باصص منين هنا يا جماعه؟ فروم ذا بوستيريور اسبكت. ايه اللي حصل؟ بص كده الناحيه الشمال دي، طبعا على الشمال بيحصل زي اليمين، بس عشان بس يبقى مقارنه بالرسمه دي. حطينا اتنين ليجامنتس اهوت، اللي هو الساكرو تيوبرس والساكرو سباينس ليجامنتس. حول لي الجريتر والليزر سياتيك نوتشز الى جريتر اند ليزر سياتيك فورامينا، وحولتها الى معادله هيت. ويمكن نفس السلايد ديت انا عيدتها هي هي في اللي هو الجلوتيال ريجون في منهج اللور لم. سياتيك نوتش ده الجريتر سياتيك نوتش، نبص عليه كده بشكل انيميتد، وادي الليزر سياتيك نوتش برضه نشوف بشكل انيميتد اهو تحت الليفل بتاع الاسكيال سباين. طيب نمسك الجريتر سياتيك نوتش ونراجع بسرعه كده ايه اللي بيعدي فيه. زي ما اتفقنا قبل كده ان كل نوتش فيهم بيعدي فيه مصل معينه زائد اذر ستراكشرز. فباخد الجيتا ستاتيك نوتش بيعدي فيه اللي هو اول حاجه بايفورمس مصل. طيب اباف البايفورمس عندي سوبير جلوتيال نيرفز اند فيزلز، بلو البايفورمس عندي مجموعه من الستراكشرز اللي هم ايه؟ انفير جلوتيال نيرف اند فيزلز، وبعدين سياتيك نيرف ومعاه بوستير كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي ومعاه اللي هو النيرف 2 كوادريتس فيموس، وبعدين ثلاثه ستراكشرز دول بيعدوا عندي في الجريتر ستاتيك نوتش وبيعدوا في الليزر ستاتيك نوتش
وبيعدوا from the greater to the lesser sciatic notch، واتفقنا ان احنا بنحفظهم بكلمة pin P-I-N اللي هما pudendal nerve, internal pudendal vessels and nerve to obturator internus. بنحطهم from medial to lateral، النerve اللي هو pudendal nerve medial والmost lateral هو النerve to obturator internus. يبقى اللي بيعدي من الليزر سياتيك نوتش، في عندي زي ما اتفقنا اول حاجه مصل وهي التندون بتاع الاوبتيوريتور انترنس، وبعدين البين بي اي ان اللي هو البيودنتال نيرف انترنال بيودنتال فيزلز اند نيرف تو اوبتيوريتور انترنس. بص بقى اللعبه الثالثه بقى، وات ار ذا ستراكشرز ذات باس فروم ذا جريتر تو ذا ليزر سياتيك فورامينا، هما نفس الثلاثة بتوعنا اللي هو البين اللي هما برضه periodontal nerve, internal periodontal vessels and nerve to obturator internus. وانا حاسس ان الكل بعد ما هيسمع الفيديو ده النهارده هينام يحلم بيه اللي هو البين دولت اللي هما periodontal nerve, internal periodontal vessels and nerve to obturator internus. sciatic notches and formation of sciatic foramina، انا شايفها ديت خلاص احنا اتدربنا بقى، دي كده رايت هيب بون، الاليوم ابوردز، بيوبس انتيرولي، والاسكام ديت بوستيرولي، يبقى اما امسكها كده اهوت بحيث ان انا احط الاسيتابلم ديت لاترالي، يبقى دي كده رايت هيب بون، اتس اوكي. طيب هنبص بقى على منطقه الاسكام، عندي اللي انا بشاور عليها ديت اللي هو جزء الجلوبيولا ده اسمه اسكال تيوبرستي واسكال سباين. طيب هحط صبعي اهوت على الاسكال سباين، المنطقه اللي فوقيه ديت النوتش اللي فوقيه ده اسمه جريتر سياتيك نوتش، واللي تحتيه ده اسمه ليزر سياتيك نوتش. نبص لهم كده كويس مور كلوز فيو. طب تعال نشوف بقى ازاي النوتش ديت اتحولت الى فورامينا. همسك تاني الارتكيوليتد بلفس بتاعنا، نفس المنظر السابق اللي عندي اهو، ادي الاسكال تيوبرستي وادي الاسكال سباين، بلاقي في عندي تو امبورتانت تف ليجامنتس، واحد فيهم طالع من الاسكال سباين اللي انا بشاور عليه ده اسمه ساكرو سباينس ليجامنت، لانه ماسك من الاسكال سباين رايح للسكرم ساكرو سباينس ليجامنت، والتاني اسمه ساكرو تيوبرس ليجامنت طالع من الاسكال تيوبرستي ورايح لمين؟ للسكرة. The presence of sacrospinous and sacrotuberous ligaments transforms the lesser and the greater sciatic notches into lesser and the greater sciatic foramina. Close view. هبعد تاني بانوراميك عشان نتخيله. هنبدأ نقرب تاني. طبعا في ستراكشرز معينه بتعدي من الجريتر سياتيك فورمن، وستراكشرز بتعدي من الليزر سياتيك فورمن، وفي ستراكشرز بتعدي فروم ذا جريتر تو ذا ليزر سياتيك فورمنا، وبنفتكرها بكلمه بين بي اي ان زي ما قلنا في الفيديو. هناخد بعد كده الماسكولار اتاتشمنتس، وهنبص لها برضه مره من اللاترال اسبكت ومرة من ناحية اللي هو الميديال اسبكت. والحقيقة بنجمع العضلات عندي مجموعة من المسلز ماسكة في الإليك كريست، ودي الحقيقة بتتبع اللي هو الكوريكولم بتاع الجي اي تي، لأن كلها عضلات بتاعة الأنتيو أبدومينال وول. بعد كده الإليك فوسة بتدي أوجن للإلياكس مسل. بعد كده الإليوبكتينيال إيمينينس بتدي العضلة اللي هو السوس ماينور، تتبع الأبدومين برضه خلي بالك. الانر اسبكت بتاعت الاوبتيوريتو ميمبرين بتدي اوريجن للاوبتيوريتو انترنس، والاوتر اسبكت بتاعته بتدي اوريجن اللي هو الاوبتيوريتو اكسترنس. طب البيوبيك بون الباك بتاعها بيدي اللي هو اتاتشمنتس لجزء من الليفيتور اناي مسل اللي هي اسمها بيوبو ريكتاليس مسل. تعال نشوف ايه الكنالز الموجوده في الهيب بون. أول
كانال عندي هو الاوبتيوريتور كانال، واحنا قلنا القصه بتاعتها قبل كده. عندي ادي الاوبتيوريتور فورامين ان ذا بريزنس اوف اوبتيوريتور ميمبرين، بتحول لي الاوبتيوريتور كريست الى اوبتيوريتور كانال اللي هو بيعدي فيه اوبتيوريتور نيرف اند فيزتس. دي للمره الثالثه بعتها في المحاضره ديت. تاني كانال عندي وهي اسمها بيودندال كانال، ودي مهمه جدا لان احنا ساعات بنعلم كده على الانر ازمت بتاعت الاسكام ونقول لك وات از ذا كانال ريليتد تو ات او وات از ذا ستراكشر ريليتد تو ات. هتقول لي بيودندال كانال ريليتد تو ذا انر اسبيكت اوف ذا اسكام. خلاص مكانها فين بالظبط؟ تبقى 1.5 انشز جاست اباف ذا اسكيال تيوبريستي، ودي اللي بيعدي فيها الاستراكشرز اللي رايحه تغذي البرينيوم اللي هما البيودندال نيرف والانترنال بيودندال فيزلز. Articulations of the hip bone. هي أول نوع من الارتكيليشن هي بتشارك في عمل اللي هو الهيب جوينت، عبارة عن articulation ما بين الأسيتابلم والهيد بتاعة الفيمر، بيعملوا اتنين مع بعض الهيب جوينت. نوعه إيه؟ اللي هو typical polyaxial ball and socket synovial joint. تاني جوينت بتشارك فيه وهو اسمه الساكرويلياك جوينت، ده عبارة عن articulation ما بين الاوريجينال سيرفيس اوف بوث ذا هيب بون اند سيكرم، وده نوعه ايه؟ عبارة عن بلين سينوفيال جوينت. تاني جوينت عندي هو السيمفيسيس بيوبس اللي هو انتيريور، ده يعتبر واحد من الميد لاين جوينتس، عبارة عن articulation between the symphysial surface of both pubic bones، وده يعتبر secondary cartilaginous joint. كده احنا خلصنا الهيب بون، وانا عارف يا جماعة ان هي يمكن طويلة شوية ولكنها والله مهمة جدا جدا. يمكن هي من اكتر البونز اللي هيبقى لها علاقه بمدرسه اللي هو بطنه وجراحه اوبستاتكس. ده انتوا حتى ما حدوا اوبستاتكس، ده انتوا مش هتدرسوا الكلام ده من تاني وبس، ده انتوا هتحفظوا بقى الديامترز بتاعه البلفس، عباره عن مجموعه كبيره جدا من الديامترز عمرك ما هتفهمها من غير ما تبقى فاهم كويس جدا الهيب بون. ولذلك الفيديو ده ممكن هيستفيد منه برضو الجماعه بتوع اللي هم الماستر بتوع الاوبستاتكس او بتوع اللي هو اليورو سيرجري. اتمنى ان نكون استفدنا، منتظر تعليقاتكم، منتظر اي استفسارات بالنسبه لكم. واعتقد بعد الفيديو ده على طول تبداوا تشوفوا اللي هو السكرم، وبعد كده ان شاء الله تبدا بقى زي ما قلت قبل كده نخوض بقى في اللي هو البلفيك وول ماسلز فيزلز اند نيرفز وبقيه اللي هو البلفيك اورجانز. شكرا جزيلا ونشوفكم على خير إن شاء الله.